فاذا خفت علي فالقيه في اليم. ام قال لها ولا تخافي ولا تحزني، انا ردوه اليك. ومش هنرده بس كده يعني عشان خاطرك، ده احنا جاعلوه من المرسلين، يعني له مهمة معنا. انا مش بعتلك بس عشان يعني قرة عينه بتاعه، لا لا، ده هو له مهمة مين معانا. وبعد ذلك يأتي في لقطة اخرى، اذ اوحينا الى امك ما يوحى. الله، شوف كلمة اوحينا الى امك، ما قالش كذا وكذا 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 وقعد يقول زي اذا خفت والى اخره، لان الوقت ده وقت العملية. فيه فرق بين التمهيد للعملية قبل ان تقع، بدليل قال لها ايه ارضعيه فاذا خفت، يبقى الخوف مش دلوقتي، لما تخافي ارمي، انما كان وقت العوقة اعدها، ذلك اعدها الاول وبعدين جت حتى بقى. اذ اوحينا الى امك ما يوحى، ما قالش عليه ايه، لان الموقف ايه مستعجل، ده بياخده بياخد العيال اهو هياخدوه اهو. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه. اوامر على طول كده، على طول على طول على طول، يدل على ان العمليه دي كانت امتى، كانت ساعه العمليه بقى. وبيبين لها ان جنود الله من الجمادات التي لا تعي، وجه اليها الامر بان تصونه. كلمه اقذفيه، اقذفيه تدل على ايه؟ على السرعه. اقذفيه في التابوت فايه؟ فاقذفيه في اليم. وبعدين قال ايه لليم؟ فليلقه اليم بالساحل، كان امرا من الله توجه الى البحر. يا بحر لما يترمي فيك موته يعمل في ايه؟ خلاص اصدر امره للبحر، فليلقيه اليم بالايه؟ بالسحر، فليأخذه عدو لي وعدو له. اوامر. طب الاوامر للمسخرين المحبوبين، انما الاوامر للعدو له ولك، وازاي يقول لك ربنا يلبسها في راس فرعون وفي مراد فرعون تلبيسه عشان ينفذ حق مراده. وتقول ايه؟ احنا عايزين نربيه ناخذ قرة عين لي ولك. شوف ربنا دخلها عليهم ازاي. خلاص. وبعدين يجي يقول فئه فالتقطه آل فرعون. مش كده؟ طب التقطه ليه؟ مش عشان يبقى قرة ايه عين لها ولفرعون لكن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. فهل ساعة الالتقاط كان في بينهم انه يبقى عدو ولا يبقى قرة عين؟ اهي دي اسمها لام العاقبة. في مرادك شيء ولكن القدرة الاعلى منك تريد شيئا اخر. انت في تخطيطك انك بتعمل العملية لكذا، لكن قوة الاعلى منك عملته الايه وخلتك انت اللي تعملها. فالتقطه آل فرعون ليكون ايه بقى دي العلة للالتقاط، ده الا للالتقاط انه يبقى قرة ايه مش كده؟ لكن ربنا عمل ايه؟ يبقى اسمها لام الايه؟ مش لام الارادة. فلما تشوف حاجة من دي اوعى تقول هذا مراد الله، ولكن قل العاقبة فيما فعلوا حدثت كذا خلاف ايه؟ خلاف ما خططوه. يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخرة، بلام العقابة بقى اهي، خدت بالك كويس؟ ولهم عذاب ايه؟ ولهم عذاب عظيم. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا. برضو المعركة فين؟ ما قالش لن يضروك. لن يضروا مين؟ دي تطمين لمين؟ ايها المؤمنون بي المصدقون لمحمد، ان معركتكم مع الكفر ليست معركة المؤمنين مع الكافرين، ولكنه معركة ربكم وربي معكم. يبقى ده اطمئنان ولا لا؟ اطمئنان كبير. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان، الاشتراء دي صفقة تقتضي ثمنا ومثمنا. الثمن هنا ايه والمثمن ايه؟ اشتروا الكفر بالايمان، الباء دائما تدخل على المتروك. اشتريت السلعة بكذا درهم او بكذا جنيه، يبقى نقول المتروك ونقول المأخوذ. الجنيه المتروك، الباء دخلت على مين؟
على المطلوب اشتروا على خد الخبز ودفعوا ايه ودفع الله كأن الإمام كان عندهم. ثم قال لك اه والله كان عندهم، لأن المهم إيمان الفطرة، إيمان العهد القديم إن ربنا أخذ على الذرة قبل أن توجد فيها الأغيار والأهواء، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وأيضا إيمان الفطرة قبل أن تلوث بالأهواء، إذا فكأن أو على الأقل كان الإيمان والكفر في متناولهم بانضباط قانون الاختيار في النفس البشرية. أم هم عملوا إيه؟ خدوا الكفر بدل الإيه؟ ما البدلية إيه؟ دخلت على المطروق. فكأنه إما أن يكون لهم إيمان وهو الإيمان القديم إيمان الذر، وإما أن يكون إيمان الفطرة، كل مولود يولد على الإيه؟ فأبواه يهودانه أو إيه؟ ينصرانه أو يمجسانه، وبعد ذلك ينسل من الإيمان ويدفعوا الثمن ويأخذوا مين؟ الكفر. أو على الأقل الإيمان والكفر إيه؟ مطروحان للاختيار. فلما ياخد الكفر نقول خد الكفر بدل مين؟ بدل الايمان. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا. احنا قلنا خد ان الدنيا كلها مؤمنه، الحديث الكفر مش قال كده؟ قال ايه؟ يا عبادي لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطاني قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وبرضو من إنسكم وجنكم، كلام طويل، هو شاهدكم وغائبكم وحيكم وميتكم، كل اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. ده الكلام المعقول. ليه؟ لان ملك الله طرأ عليه الانسان وهو موجود، ولم يجئ الانسان في ملك الله بشيء زائد. ملك الله ده انت طارئ عليه، ده انت متاخد من عناصر الملك. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره من إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط اللي هي الإبرة من البحر، وذلك أني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، انما امري لشيء اذا اردت ان اقول له كن فيكون. مش علاج، انا ما بعملش حاجه بايدي بعالجها اعملها بحيث تاخد مني زمن، ده المساله ايه؟ كن. وكلمه كن فيكون دي ده كلمه كن نفسه هذا اقصر امر، انما هي برضو قبل ما ساعة تنطق بأول الكاف وقبل أن تنتهي إلى آخر الكاف فضلا عن أول النون يكون الأمر انتهى. إنما ده هو جايب لك الصورة الخفيفة اللي في بشريتك اللي تقدر تعمل به. لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. لن يضر الله شيئا، هم ما يقدروش يضروه، إنما هل يعيشون بنجوة؟ لا. ولهم عذاب ايه؟ مرة يقولك عذاب أليم، ومرة يقولك عذاب ايه؟ مهين، ومرة يقولك عذاب عظيم. لأن العذاب له جهات متعددة، قد يوجد عذاب مؤلم ولكن المعذب يتجلد أمام المعذب
ويظهر انه ايه انه برضه لسه يعني انا فيها جلد. يبقى في الم انما ايه يستكبر على الالم. ولذلك الشاعر قال وتجلدي للشامتين اريدهم اني لريب الدهر لا اتضعضعه. التجلد ده نوع من الكبرياء على الواقع. تجلد نوع من الكبرياء. ام عذاب مهين تيجي نقول لك لا ده ما هيبقاش فيه دي كمان. ده ذليلهم ومهين ولا يقدر يتجلد ولا يقدر يعمل اي حاجه. ومهين ينزل كده. أليم؟ طب ما يمكن فيه واحد يقلمه أي شيء؟ يقوم يقول لك لا هو عظيم كمان. يبقى عظيم في كمياته كده؟ أليم في وقعه. مهين في دك النفس البشرية والروح. يبقى لقيتها مرة كده ومرة كده ومرة كده اعرف إن كل واحدة لها إيه؟ لها لقطة. ما تقولش ده المسائل عبارات بتنقال كده. ولا يحسبن ايوه انا كنت بقول هنا عشان لام العاقبه عشان ربما تمر عليكم كتير وبيجي فيها اشكالات والناس اللي عمالين بيتربصوا بكلام الله مش عارف ايه يقعدوا قال ايه يبحثوا وتلاقيهم ما بيبحثوش الا في الحتت اللي يشوفوا ان فيها ايه نقطه بعض. بيقول هناك يا سيدي ان لما الكفار والعياذ بالله هيروحوا النار يقولوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا للكفر فانا ايه ظالمون. دي كلمة يقولوها انما خالقهم حكم ولو ردوا لعادوا لما ايه لما نهوا عنه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. اللي يقول كده يبقى ايه لك ده فيه ده فجعي ده مدروش ده مدهول على عينه ده الله ويقعدوا بقى يسخروا منهم ويقول ايه فاتخذتموهم ايه تهدؤون منهم اتخذتموهم سخريا وشغلتم باتخاذهم سخريا حتى انكم نسيتم الحكاية بتاعت الايمان. يبقى يقول ايه واتخذتموهم سخريا حتى انسى ايه انساكم ذكر ايه انساكم ذكر ربكم. طب هم رسل جايين هم اللي ينسوا ذكر ربهم ولا هم جايين عشان يفكرنا بالذكر؟ يبقى اللي انت ايه انشغالكم بالسخرية منهم يبقى هم سبب السخرية. انتم قعدتوا وقتكم كله تذكروا منهم حتى ان ايه حتى انكم نسيتم ايه ذكر ايه ربكم. تبقى دي اسمها غاية الايه غاية العاقبة وليست غاية علية الارادة. والى